صباح الخير، أهلا وسهلا بكم من داخل قناة الصحة والجمال، برنامج أم الدنيا مع محمد عطفي. ورجعنا لكم من جديد ببرنامج جديد هيقدم لكم حاجات كتيرة عن مجالات عديدة. ومعانا النهاردة بنستضيف قامات كبيرة جدا في المجتمع، الشخصية الجميلة اللي معانا النهاردة الدكتور جمال بكري. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا واحنا سامعين عن حضرتك سمع جميل جدا في محافظه بني سويف. ربنا يبارك في عمر حضرتك، الشرف لي. انا سعيد جدا بلقاء سيادتك. يعني احنا سعداء جدا، وطبعا معايا بقدم النهارده زميلتي الاعلاميه حبيبه محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ محمد. وبقدم زميلتي الاعلاميه نهال الحريري. اهلا وسهلا يا محمد. وطبعا النهارده معانا فقره جميله جدا مع فقره طب الاسنان، معانا الشيف طارق حسن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا النهارده. ربنا يخليك. مرسي. ان شاء الله هعمل تورتايه فواكه. ان شاء الله هتمتعنا النهارده. ان شاء الله. وطبعا رجعت لكم من جديد محمد عطفي، وبقول لكم صباح الفل والكادي، صباح البلبل الشادي، صباحكم رايق وهادي، صباح يليق باحبابي. النهارده على طاولتنا دكتور من الدكاتره العظماء جدا في مصر، دكتور استشاري التركيبات الثابته وزراعه الاسنان، دكتور جمال بكري. أنا كنت في زيارة لعيادة الدكتور جمال بكري، حقيقة من الشخصيات الجميلة وبيتعامل معاملة كويسة جدا مع المرضى فعلا. والأسعار فعلا أنا شايف إن هو ما عندوش نقطة استغلالية الأطباء الأسنان اللي موجودة على الساحة. فطبعا النهاردة عايزين نشغل نبذة عن الدكتور جمال على الشاشة عشان نعرف مين الدكتور جمال للمجتمع وللجمهور بتاعنا من بره. اهلا وسهلا بيك يا دكتور جمال، وشرفتنا ونورتنا النهارده، واحنا سعداء جدا بوجودك معانا. والله انا سعادتي بوجودي مع حضراتكم، يعني ربنا يعلم بيها. ربنا يخليك يا دكتور. طب يا دكتور عايزين نسال حضرتك كده سؤال، ايه الفرق بين طب زمان وطب دلوقتي بالنسبه للاسنان؟ لا فرق كتير جدا، طب الاسنان زيه زي اي مجال تاني. أيوه. كل يوم العلم بيصب فيه، خصوصا طب الاسنان. احنا عندنا طب الاسنان مش كل فروع العلم بتصب فيه. يعني احنا لينا علاقة بالمعادن، لينا علاقة بالكيمياء، لينا علاقة بمجالات كتير تانية. فأي تقدم في أي مجال في الآخر بيصب عندنا في طب الأسنان. أيوه. سواء في الخامات اللي احنا بنستعملها أو في الحاجات اللي احنا بنحتاجها لراحة المريض وال محافظة على صحته وصحة أسنانه. بالظبط، يعني التطور بيبقى دايما طبعاً. دائم طبعا. طيب يا دكتور، طب يعني من امتى ابتدى نبتدي نهتم بسناننا؟ من امتى؟ من سن كام؟ من عمر ايه؟ هو السؤال ده مهم جدا. لان للاسف في ناس كتير ما بتروحش غير لدكتور السنان الا لما تحس بالالم. لا هو المفروض ان طب الاسنان اصلا طب وقائي مش طب علاجي. الفرق بين الطب الوقائي والطب العلاجي حضرتك ان الطب الوقائي ان انا بحاول امنع بيه حدوث المرض. ما استناش لما المرض يجيني وبعدين ادور على العلاج. صح. غير الطب العلاجي، الطب العلاجي ده بيعالج المرض بعد حدوثه. ايوه. فانا المفروض في طب الاسنان انا بحافظ على اسناني، ما استناش لما احس بألم عشان اروح. يعني عشان من سن كام يا دكتور؟ يعني المفروض من اول سنه للطفل. سنه؟ من اول سن سنه واثناء رضاعه انا بطمن، بعمل تشيك اب الاول. في اكس رايز، في اشعاعات بتتعمل للطفل، بنتاكد ان اسنانه موجوده. طبعا احنا مش بنعمل الكلام ده كله يا دكتور. بس هو ده المفروض ان هو يتعمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا المفروض اربي اولادي من الصغر على الاهتمام بالاسنان. طبعا. لان الاهتمام الوقايه في الاسنان بتوفر عليا حاجات كتير قوي بعد كده. كل مشكله في الاسنان بتتعالج بدري، بيبقى علاجها اسهل وارخص واسرع واطول عمرا. صح عندك حق. ووجع السنان ده بيبقى اكتر الم في الجسم. الم الاسنان من اشد الالام، يعني ربنا يعافينا جميعا يا ربي من كل الالام. الم الاسنان بيبقى الم حاد جدا. صح. لدرجه ان هو ممكن يعني بيمنع النوم. بس هو المفروض ان انا ما استناش ان ده يحصل. عن طريق ان انا دايما بعمل تشيك اب على اسناني. الاهمال الزايد بيؤدي لحاجات ثانيه خطر. ثقافه الاسنان في مصر يعني ايه لسه فيها كلام كتير. عايزين الناس تفهم ان الاسنان دي جزء مهم جدا من الصحه. لان الاسنان هي بوابه الجسم وبوابه صحه الجسم. بالظبط. يعني المريض اللي بيعاني من فقد اسنانه بدري صحته كلها بتتاثر. ومش الصحة العضوية والبدنية بس، لا ده الصحة النفسية كمان. فعلا الصحة النفسية الأسنان دلوقتي، لأن المظاهر دلوقتي والاهتمام الإنسان بمظهره الأسنان جزء لا يتجزأ منه. صح. فأنا علشان كده المفروض إن أنا أهتم بأسناني حفاظا كمان على صحتي النفسية.
بالظبط كده، مش على صحتي البدنيه وبس. طب وامتى ازور طبيب الاسنان؟ زياره طبيب الاسنان زي ما بقول لحضرتك المفروض ان هي بتبقى زياره دوريه، كل 6 شهور، كل 3 شهور، كل سنه، بيبقى حسب ما الدكتور اللي حضرتك بتتابعي معاه بيحدد لك حسب اهتمامك باسنانك. مش كل مريض المفروض يزور السنان، يزور دكتور السنان في مده معينه. في ناس سنانها ضعيفه شويه، ده بيحتاج متابعه اكتر. في ناس ربنا اعطيها هبه ان اسنانها كويسه، فاقد ان هو دايما بيستعمل برش، بيستعمل فرش سنان، مهتم باسنانه، فده ممكن زياراته تبقى متباعده شويه. لكن اهم شيء ان انا ازور طبيب الاسنان قبل ما احس بالالم. ما استناش لما بعد ما احس بالالم، دي مشكله كبيره. لما بحس بالالم وبروح بيبقى المشكله علاجها يعني كبيره، كبيره شويه. تمام. طب وايه تاريخ طب الاسنان يا دكتور؟ طب الاسنان على عكس ما ناس كتير تعرف، طب الاسنان قديم جدا، يعني حتى الحضارات القديمه ظهر في المومياوات الفرعونيه اهتمامهم باسنانهم. حتى في مومياوات تم اكتشافها عاملين شغل في اسنانهم حاجات يعني تبهرنا كلنا. يعني في مومياوات فيها اسنان متركبه، يعني حتى تركيب الاسنان والحشوات ده من زمان بقى. تركيب الاسنان دكتور من زمان، والاسنان اصلا لها علاقه دايما حتى بالتعاملات بين الناس وبعض. يعني الاسنان مرتبطه دايما للاسف الشديد ان الم السنان شديد، فالناس بتربط الم السنان بصعوبه الحياه. حتى دايما بيضربوا بيه المثل، يقول لك ده انا ايه، ده انا عايش حياتي بخلع الضرس. خلع الضرس صح، نظرا لايه، لصعوبه الم السنان وصعوبه خلع الاسنان. حتى الاطفال يا دكتور بتحس لما بيسننوا في سن التسنين بيبقوا اسوا حاله بتوصل لها الاطفال ساعه التسنين. دي حاجه مهمه جدا ان انا طفلي لازم اتابع مع دكتور من بداية التسنين عشان اتأكد ان اسنانه طالعة كويسة، مش ناقصة، مش زايدة، ما فيهاش اي مشكلة. طب التعويج ده يا دكتور بيجي من ايه؟ ايه حضرتك؟ بيبقى في عوجان في السنان عند الاطفال اثناء التسنين. الاسنان اللبنية حضرتك اللي هي بتطلع للطفل وهو لسه صغير اسمها الاسنان اللبنية. دي بيبقى عددها 20 سنة وضرس، 10 في الفك العلوي و10 في الفك السفلي. الطفل بينمو، حجمه بيكبر، فكه بيكبر، فدايما بيبقى فيه فراغات بين السنان وبعض. ده وضع طبيعي. اللي مش طبيعي في الاسنان، في اسنان الاطفال، ان انا دايما يبقى عيني عليه الاحظ اي نقص في العدد او تغير في الشكل، ان انا الاحظ ان السنه شكلها مش طبيعي او عددها قليل او عددها كتير. في الحاله دي لازم الحق بسرعه اروح لدكتور سنان، لان ده هيوفر عليا وقت كتير جدا بعد كده. طبعا هيوفر عليا ان الطفل ده ممكن قدام شويه يحتاج تقويم. فانا لو المشكله اكتشفت بدري مش هضطر اعمل تقويم بعد كده، وبيبقى حلها سهل وبسيط جدا. صح دكتور جمال، احنا شفنا على الساحه ان اغلى حاجه في الطب حاليا ليه الاسنان، ليه طب الاسنان غالي ومكلف؟ لا هو بص حضرتك، هو مش طب الاسنان بس الغالي ومكلف، هي كل حاجه غاليه. بس هو طب الاسنان احنا بنختلف عن اي برانش تاني في الطب. احنا بنستعمل خامات كتير جدا، اجهزه كتير جدا بنستعملها، والخامات دي بتبقى اسعارها غاليه لان بيبقى فيها حاجات غاليه وفيها حاجات رخيصه. تمام. ف ده اللي بيصب بيخلي العلاج في الاخر غالي. لكن انا ممكن اتفادى غلو الاسعار ان انا اهتم بدري. انا لو رحت لدكتور السنان بدري مش هتكلف حاجه خالص. صح. انا بتكلف امتى؟ بتكلف لما تكون المشكله كبرت. دكتور جمال احنا ما اتكلمناش عن حضرتك، عرفنا بحضرتك وشهادات حضرتك. حضرتك انا دكتور جمال بكري، خريج جامعه اسكندريه دفعه 99، حاصل على دبلوم التركيبات الثابته وزراعه الاسنان من جامعه المنيا 2011، وعامل تمهيد البورد الالماني في زراعه الاسنان من جامعه القاهره، وعامل دورات متقدمه في تقويم الاسنان وفي زراعه الاسنان. هل حضرتك سافرت بره من قبل؟ لا انا ما سافرتش بره، لان انا بعد ما اتخرجت على طول يعني انغمست في الحياه العمليه، يعني العياده، فتحت العياده على طول، اشتغلت على طول، فحسيت ان يعني ما فيش داعي للخروج بره بصراحه. دكتور جمال، سؤال بيتردد دايما علينا، عايزين نعرف السن للشخص او للانسان اللي هو انقلع سنته او ضرسه ما يطلعش تاني. دي مشكله في ناس كتير جدا بتغفل عنها، لان في ناس بتعتقد ان الطفل لو خلع سنه وبدلها وهو لسه صغير وخلع السن الثانيه دي ممكن تطلع تاني لانه لسه صغير. ده كلام غير صحيح بالمره. لان دايما اي انسان ربنا سبحانه وتعالى بيدينا الاسنان اللبنيه في سن الطفوله. دول زي ما قلت لحضرتك بيبقى عددهم 20، 10 فوق 10 تحت.
الطفل كل ما بيكبر الفك بيكبر، فبيتولد عندي في الفك مسافة جديدة ربنا سبحانه وتعالى بيطلع لي فيها عدد جديد. فالأسنان اللبنية بيبقوا 20، الأسنان الدايمة بيبقوا 32 لو دروس العقل الأربعة طلعوا. واخد بال حضرتك؟ كل سنة وكل درس بيبقى ليه معاد معين يبدل فيه. معاد معين يبدل فيه. طب يا دكتور ولو مثلا سن الطفل جه 10 سنين وما بدلش او 12 سنه؟ سن 10 سنين ده اسمه السن المتوسط. الطفل في سن 10 سنين بيبقى في بقه اسنان لبنيه لسه ما بدلتش. ايوه. واسنان بدلت. تمام؟ بس قليل يعني. السؤال جالي العدد قليل بس لسه في اسنان ما تبدلتش خالص. لسه لا ولا هو حتى حضرتك كفاز. القواطع الاماميه دي بتبدل في سن من 7 لـ7.5. وبعدين الدروس الخلفية بتبدل في سن 11 سنة والنبان بتبدل في سن 12 سنة. طب لو السنان ما وقعتش بنروح للدكتور هو بيشيلها ولا بنسيبها؟ ده السؤال اللي انا عايز اساله. انا لو عامل متابعة باستمرار الدكتور بيبقى مفهم حضرتك السنان بتاعت طفل حضرتك هتبدل امتى، السنة دي هتبدل امتى واتأخرت. احنا سبب التأخير بيبقى ليه اسباب كتير. بيبقى نقص الكالسيوم مثلا. اولا لازم اعرف التأخير التبديل هل في كل السنان ولا في سنة معينة. لو في سنة معينة بيبقى فيه ممكن تبقى السنة الأساسية اللي المفروض تطلع مش موجودة. يعني حاجة كده congenital anomalies. طب يعني دي ايه حلها؟ دي بيبقى حلها ان انا دايما بحافظ على السبيس الفراغ بتاعها بحيث ان انا لما بيوصل للسن الكبير بيزرع مكانها. عشان افضل احافظ على الايه؟ على التنظيم بتاع السنان اللي ربنا خلقه. ما يبقاش عندي سنة ناقصة. طب نعمل ايه عشان نحافظ على سناننا؟ نعمل ايه عشان نحافظ على سناننا؟ حضرتك تيجيني العيادة. العناية بالأسنان احنا بنشوف في الأفلام الأمريكاني دايما الطفل وهو رايح المدرسة قبل ما بيحط الكتب بتاعته في الشنطة بتلاقيه دايما بيحط فرشة السنان معاه. دي ثقافة غايبة عننا كلنا. صح. لأن فرشة السنان لما الطفل بيتعود عليها وهو صغير لما بيجي يكبر تعود ما يعرفش ينام. لو نسي يغسل سنانه ما يجليوش نوم لأنه في حاجة ناقصة. احنا ما تعودناش على كده. احنا مهملين في النقطة دي. صح. في الأطفال بالذات. في الأطفال بالذات الطفل لما بيتعود على الفرشة وهو صغير الفرشة بتبقى شيء مسلم بيه وهو كبير ما يقدرش يستغنى عنها. المشكلة في ايه؟ ان في بعض مثلا الأمهات او الآباء لما بيجي يعلموا الطفل ازاي يستعمل فرشة بيعلموه بطريقة مش مظبوطة. انه يمسك له الفرشة ويحط له عليها المعجون. طب ايه الطريقة السليمة للغسيل السنان؟ لازم احبب الطفل فيها. اولا دلوقتي معجين الاسنان بقى فيها تقدم كبير جدا. كل الانواع فيها حاجات للكبار وفيها حاجات للاطفال بحيث ان الطفل يستسيغ طعمه وما ايه ما يزهدوش ما يرفضوش. المفروض ان انا بستعمل الفرشه لنفسي قدام الطفل. طب في طريقه سليمه يا دكتور لغسيل الاسنان ولا اي طريقه عشوائيه؟ هو لا هو المفروض ان كل لسه كل مش في طريقه معينه تناسب كل الناس. لان بيبقى في بعض اللسوات ضعيفه شويه. في بعض اللسوات ضعيفه شويه بتبقى محتاجه طريقه معينه لغسيلها. فالطريقه المناسبه لحضرتك بيحددها لك الدكتور اللي حضرتك. يعني احنا المفروض لما نروح للدكتور نساله المفروض نغسل سنانا ازاي؟ المفروض تغسلي سنانك ازاي؟ طب ايه يا دكتور احدث حاجه في طب الاسنان؟ طب الاسنان يعني مش عايز اقول لحضرتك. لما حضرتك سالتيني السؤال ده كان في حاجات جديده ودلوقتي وانا بجاوب في حاجات احدث. في حاجات احدث. لان يعني العالم بيجري بسرعه رهيبه في الموضوع ده وفي كل مجالات الحياه. وفي الاخر كله بيصب في طب الاسنان. صح. احنا عندنا دلوقتي في طب الاسنان حاجات من 10-15 سنه ما كانتش يعني كانت حاجه غريبه عن الناس او كانت حاجه صعبه. يعني مثلا علاج العصب او علاج الجذور دي كان بيتعمل الاول على جلسات كتير كل اسبوع جلسه بناخد وقت. فعلا انا عارفه الموضوع ده. لا دلوقتي في جهاز الروتري بيعمل لي حشو العصب في جلسه واحده او جلستين. حضرتك عندك الجهاز وبتعمله؟ بيعمله في جلسه واحده او جلستين حسب حاله الدرس. طب وتكلفته يا دكتور بتبقى كتيره؟ عشان برضه نطمن الناس. حسب المكان اللي يعني حسب الخامات المستعمله وحسب المكان اللي حضرتك بتروحي فيه. يعني كل دكتور بيبقى محدد الفيزيته بتاعته. دكتور بس في يوم وليله بيخلص. معلش يا محمد مش في يوم وليله. حسب حاله الدرس. يعني مثلا في درس ممكن يخلص في فيزيت في واحده ساعة في فيزيت واحده. لكن لو في شويه التهاب او في شويه الم او هو مأخر عليه شويه لا ده بيستحسن ان هو ايه يتعامل على كذا جلسه. بالزبط. دكتور احنا بنشوف ناس مكتئبه. احنا عايزين نعرف علاقه الاسنان بالصحه النفسيه. الاسنان ليها علاقه كبيره جدا بالصحه النفسيه. انا خصوصا الناس اللي مهنتها الكلام زي حضراتكم كده الاعلاميين التدريس اللي بيدوا محاضرات المحامين الدكاتره ده دايما لو في اي مشكله في اسنانه
بتأثر على صحته النفسية، بتاخد جزء من تفكيره وهو بيتكلم، لدرجة ان في ناس مثلا اتعودت ان هي حاسة بمشكلة في اسنانها، في ناس بتتكلم وهي حاطة ايدها على بقها، حاطة ايدها ده كتير يا دكتور، يضحك اداري، خايف ان حاسس ان في مشكلة كبيرة. فده اثناء الحوار بينه وبين اي حد بيبقى واخد جزء من تفكيره، بدل ما هو مركز في الحوار اللي هو بيتكلم فيه بيبقى جزء كبير جدا من تفكيره رايح انه يداري المشكلة دي. فده الصحة النفسية مهمة جدا في الاسنان. واحنا يعني ما ننساش السيدة اسماء بنت سيدنا ابو بكر عاشت 100 سنة من غير ما يقع عليها ولا سنة، من غير ما يقع عليها، فبيضرب بها المثل من العناية، لان طبعا العرب زمان والحضارات كان عندهم الاهتمام بالاسنان، ده طبعا شيء مقدس جدا. التغذية يا دكتور طبعا شيء اساسي وقاعدة اساسية، مش التغذية بس يا محمد، بيبقى مفروض العناية اكتر، التغذية قبل العناية، التغذية قبل بس العناية، بس العناية بقى اللي بتستمر معاك. طبعا لو التغذية بتخلي السنة تطلع اصلا قوية، فيها كالسيوم قوية، مقاومة للتسوس، عمرها طويل، اللثة حالتها الصحية بس كويسة. بس انت بقى لو ما حافظتش عليها التغذية ما خلاص راحت. بالنسبة للاطفال ايه اكتر حاجه نديها لهم فيها كالسيوم تحافظ على اسنانهم؟ احنا قلنا ان الاطفال بيبداوا بالاسنان اللبنيه الاول. الاسنان اللبنيه دي بتتكون في الطفل اثناء فتره الحمل، فغذاء الام اثناء الحمل مهم جدا لصحه الاسنان اللبنيه، لان الكالسيوم اللي بيترسب في الاسنان اللبنيه بيترسب داخل الرحم اثناء الحمل. فالام دايما تبقى مظبطه الكالسيوم بتاعها كويس، لان الطفل بياخد الكالسيوم الامهات من الام، تشرب لبن كتير ومع دكتور النسا طبعا بيظبط لها لو في اي مشاكل في الكالسيوم في الحاجات دي. انما الاسنان الدايمه اللي هي بتطلع بعد كده دي بتطلع من اول سن 6 سنين، فدي بتتكون في اول 5 سنين من العمر، بتتكون لسه داخل العظم، وبعدين كل ما سنة بيجي وقتها بتطلع. فبتبقى اول 5 سنين في العمر دي فترة مهمة جدا جدا ان انا املك اسنان قوية. ان انا اكتر حاجة انا دايما بحبز وبفضل وبنصح الاطفال عندي في العيادة والامهات بال اللبن، اللبن والبيض، اللبن والبيض واللبن بالذات. طب اللبن المبستر يا دكتور ولا اللبن اللي هو عايز؟ لا اللبن الطبيعي اتربينا عليه كلنا زمان، ده نسبه الكالسيوم فيه نسبه طبيعيه اللي هو العادي اللي هو يعني في ناس كتير امهات دايما يسالوني يقولوا لي يا دكتور معلش ممكن تكتب لنا كالسيوم عشان اسنان؟ دي مشكله كبيره، لان انا اولا لازم اتاكد ان الطفل الكالسيوم بتاعه ناقص او مظبوط ولا لا، لان انا بتحاليل بقى يا دكتور ولا بتحاليل بشوف سيرم الكالسيوم بالتحليل، اشوف الطفل ده عنده نقص كالسيوم ولا لا. ما ينفعش اروح اديله كالسيوم كده مباشره، لانه ممكن يكون الكالسيوم بتاعه مظبوط وانا زودت له الكالسيوم. تمام صح. الاهم من ان انا اديله حاجه قل الكالسيوم التغذيه. اللبن في اول 5 سنين من العمر حاجه مهمه جدا 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 لاسنان الطفل، مش لاسنانه اللبنيه بس، لا لاسنانه الدايمة كمان اللي هتكمل معاه. احنا بنرجع للتغذيه برضه يا دكتور، فيه احنا عارفين ان في بروتينات وفي الياف وفي نشويات وفي كالسيوم، الكالسيوم اكتر شيء هو القاعده الاساسيه للثه او الاسنان. الاسنان مرتبطه ببقيه الجسم. يعني انا دايما لما بلاقي طفل ضعيف صحيا فصحته كلها بتبقى متاثره، بيتكلم متاخر، بيمشي متاخر، بيبدل متاخر بسبب الاسنان، مش بسبب الاسنان، ده هو عنده حاله ضعف عامه. انا اقصد ان الاسنان جزء من الصحه العامه للجسم. تمام. كل ما كانت الاسنان الصحه كويسه بتنعكس على الاسنان، والعكس برضه. كل ما كانت سنان الطفل كويسه واسنان الكبير كويسه. زمان كنا بنسمع لما الطفل طلع سنان ما يمشيش بدري، يا السنان يا المشي، هل دي ليها علاقه؟ لا 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 ما لهاش علاقه ببعض، ما لهاش علاقه ببعض عشان يعرفوا. لا لا عايزين نعرف برضو بنشوف دايما الاسنان واحد سنته اتلخلخت اتقلعت غصب عنه مش عارف ايه، ده دايما التغذيه لها اثر سلبي ولها كمان اثر ايجابي. يعني انا لو متغذي كويس اسناني بتكون ثابته، لكن انا لو مش متغذي كويس، وطبعا مش الكالسيوم بس، لا ممكن تلاقي البروتين، مش باكل كويس، مش بنام كويس، تبص تلاقي الايه هي اتقلعت لوحدها او حاجه زي كده. لا ده ان السنه تتخلع لوحدها ده مشكله كبيره جدا، بيبقى ليها مقدمات كتير. المفروض ان انا لما بتابع مع الدكتور، الدكتور بيكتشف لو في اي مشكله في اللثه، بيعلمني ازاي احافظ على اسناني علشان ما اوصلش المرحله دي. انا علشان اوصل لمرحله ان اسناني تلخلخ وتقع دي مشكله كبيره خالص، المفروض ان هي بتكتشف مبكرا. حتى انا كدكتور سنان شغلتي اصلا ايه؟ يعني انا واي دكتور سنان شغلتي الاساسيه ان انا احافظ لك على اسنانك الطبيعيه بصوره جيده اطول فتره ممكنه، اطول فتره ممكنه، لان الاسنان جزء من الجسم بتستهلك، الجسم ككل
بيستهلك مع التقدم في العمر. في حاجات بتحصل في الأسنان تغيرات طبيعية بتحصل وبتستجد مع التقدم في العمر. فأنا مهمتي كدكتور أسنان إن أنا أحافظ على أسنان المريض أطول فترة ممكنة، وإذا لا قدر الله اضطر لفقدها إن أنا أعوضها له عن طريق التركيبات أو عن طريق زرع أسنان. طب وبالنسبة لاهتمام الأسنان يا دكتور، المفروض إحنا نزور كل قد إيه دكتور الأسنان؟ أنا إحنا لسه المفروض في زيارة مثلا كل كام شهر؟ المفروض إن أنا بعمل تشيك أب على أسناني، المفروض في زيارة دورية حتى لو ما فيش ألم، المفروض نروح نطمن على أسناننا. المفروض إن إحنا ما نستناش لما يحصل ألم بالضبط. ما هو علشان كده أنا بعمل زيارة دورية، أنا بعمل زيارة دورية كل ست شهور مثلا، كل ست شهور كل ست شهور ممكن تزيد شويه. يعني لو انا بيجيني مريض مثلا انا عارف ان المريض ده اهتمامه باسنانه قليل شويه، زائد ان اللثه بتاعته ضعيفه او الكالسيوم بتاعه ضعيف فممكن يسوز بسرعه، فده ممكن يحتاج ان انه يزورني كل 3 شهور. لكن هو غالبا كل 6 شهور مده معقوله. طب ولو في حاله مثلا بعت لي مسج دكتور عندها حاجه و30 سنه وابتدت اسنانها تتلخلخ، ايه يعني وجربت الادويه ودكتور الاسنان ادها فيتامين ومش عارفه ايه، بس لخلخه السنان في السن ده بيكون لها اسباب كتير جدا. يا اما اسباب مرتبطه بالاسنان نفسها، يعني اسباب موضعيه، يا اما حاجه سيستميك، يعني حاجه هي بتقول لك هي طبيعيه جدا ما فيهاش اي حاجه، بس هي مستغربه من النقطه دي. اول حاجه انا بشوف الاسباب الموضعيه، هل ده ضعف في اللثه، تراكم الجير والبلاك على السنان، عدم الاهتمام بالسنان، يا اما لو حاجه سيستميك، يعني حاجه في بقيه الجسم لا قدر الله، في سكر، في امراض عضويه تانية مأثره على سنانه ومأثره بتأدي للموضوع. السكر بيأثر على السنان طبعا. طبعا السكر بيأثر على السنان جدا. تراكم الجير بيعمل خلخله في السنان. تراكم الجير بيبدا اي مشكله تدريجيا، ربنا سبحانه وتعالى يعني عطينا في جسمنا ككل وفي الاسنان بالذات، ربنا بيقول ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. في احسن تقويم يعني ما فيش احسن من كده، يعني صيغه التفضيل احسن. يعني حتى بنشوف الافلام الامريكاني لما بييجوا يجيبوا كائنات من الفضاء او سكان المريخ، بيجيبهم مثلا قمه في العبقريه والتقدم، لكن بيجي عند الشكل ما يقدرش يجيب شكل اجمل من الانسان. صح. لان ربنا قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. صح. حتى ترتيب شكل السنان، شكل الفك اللي فوق وشكل الفك اللي تحت. جميل. ربنا سبحانه وتعالى عطينا نعم كبيره لما جدا. يكون سنانه حلوه بيقول ضحكته حلوه. طبعا. صح. زائد ان الاسنان لما بعمل تشيك اب دايما بلحق موضوع الجير ده بدري، ما سيبش الجير لما يتراكم على احنا بنلحق كل حاجه. يا دكتور احنا زياره دكتور الاسنان دي بتمنع اي حاجه. بتمنع اي حاجه طبعا، بتمنع كل بتوفر حاجه، بتوفر عليا وقت، بتوفر كل اللي احنا بنقوله ده بيمنعه، بتوفر عليا اسناني. ما بغسلش اسنان يقلل من الجير. هو الجير حضرتك بيبدا كماده لزجه مش ماده صلبه، بحيث ان فرشه السنان اقل حركه من فرشه السنان بتنظف الجير ده. أيوة. لكن لو الجير ده قعد فتره على السنان بدون برشنج، يعني بدون استعمال الفرشه، بيبدا يترصف فيه كالسيوم من اللعاب بتاعي وينشف ويبقى صلب ويلزق في السنان. في الحاله دي بيبقى الفرشه صعب جدا تشيله، لازم اروح لدكتور السنان، هو اللي احنا بنقول عليه كحت الجير. لكن انا لو مستعمل الفرشه بانتظام من الاول مش هوصل للمرحله دي، لان الجير بيبدا معايا بنزيف لثوي، بيعمل نزيف في اللثه. الناس ممكن تقوم الصبح تلاقي في دم في بقها، بيعمل ريحه وحشه في البق. مع الوقت وتراكم اكتر بيبدا ياثر على الجهاز اللي ماسك السنه، اللثه والعظم اللي ماسكها، يحصل انكماش في اللثه، يحصل انكماش في العظم، تبدا السنان تلخلخ. الجير اخطر من التسوس. يعني التسوس ممكن ياثر على ضرس او سنه او اتنين، لكن الجير دايما بياثر على كل على اللثه كلها، على كل السنه. اهميه كبيره. طبعا دكتور، لو في حد تم خلع سنته او ضرسه يقعد قد ايه مثلا ويزرع او يركب تاني؟ ده سؤال مهم جدا. احنا حتة الزرع دي بقى فيها تقدم كبير جدا. الزرع دلوقتي في نوعين، في حاجة اسمها immediate implant. immediate يعني اخلع وازرع في نفس الوقت. تمام. والديليد اللي هو انا خلعت من زمان وبقى لي فترة وبزرع، ما بزرعش في نفس اول الوقت. حاجة بتطلبها حضرتك منه، انا سامع بانوراما وشغل بقى في اكس رايز كتير. البانوراما دلوقتي يمكن بقت قديمة شوية، دلوقتي في كومبين، في السي تي، في الأشعة المقطعية على الفك. كل الحاجات دي لازم عشان تعرف قوة عشان اعرف قوة العظم، ينفع يزرع ولا هيحتاج حاجة تانية. لكن الزرع كمان بقى فيه تقدم، حتى المكان اللي لا يصلح للزرع دلوقتي انا ممكن اقويه، ممكن بحط فيه عظم صناعية او بعمل له عظم صناعي اقوي بيه الفك وبعدين ازرع، بحيث ان انا ابقى ضامن ان شاء الله ان الزرعة
هتنجح واقدر احمل عليها لود كويس. يعني مفيش ياس، اي حد اسنانه بايظه ليها حل. هو مفيش ياس، كل مشكله ان شاء الله ليها حل، بس احنا مش عايزين نوصل بقى للمرحله دي. بس انا بقول للناس اللي وصلوا للمرحله دي ما يأسوش. الناس اللي وصلوا للمرحله دي ان شاء الله تقريبا في ناس يا دكتور انا بشوفها ناس كويسه جدا، يعني تعرف تروح دكتور اسنان بيبقى عندهم اسنانهم من جوه فاضيه وهم في سن صغير. وهو في سن صغير دي مشكله. حتى لما كنا في التركيبات الاول دي كانت بتبقى مشكله كبيره، لان انا التركيبات الاول كان بيبقى يا اما التركيبات المتحركه كنت بنشوفها مع جدتنا، نفسيا بتبقى مش متقبله شويه من المريض. بس كان في حالات ما ينفعش معاها الا كده. الاول كنت بركب السنان الفيكسد او الثابته، لازم يبقى عندي دروس من الناحيتين عشان احمل عليها بالظبط. فلو المريض فاقد سنانه كلها من ورا ما عنديش حاجه احمل عليها، فما كانش بيبقى قدامي اختيار الا المتحرك. الزرع بقى حل لي المشكله دي طبعا، لان الزرع بي 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 انا لما بركب سنه سواء متحركه او عن طريق البريدج اللي هو الجسر، بعوض الطربوش بتاع السنه الطبيعيه بس، ما بعوضش الجدر. الجدر العظم جواه بيفضل فاضي، ودي مشكله كبيره جدا، لان العظم مع الوقت بيحصل له ضمور وبيكش. عشان كده اللي بيبقى فاقد سنانه بيبقى عنده انكماش في العظم، عنده انكماش مطبق. في هنا. فانا لما بعوض في الزرع بقى، الزرع بيعوض لي، لان انا بعوض الجزئين، بعوض الجدر وبعوض الطربوش. يعني بركب الجزء اللي جوه العظم، فبيفضل العظم بنفس حجمه بنفس، ما بيحصلش فيه انكماش، فبيحافظ لي على الشكل. طب والزرع يا دكتور بيبقى ليه اضرار مثلا بعد كام سنه قدام مثلا؟ لا هو الزرع، بص حضرتك، لو الموضوع اتعمل يعني صح، اكاديميك يعني صح، بيبقى نسبه فشله ضعيفه جدا جدا جدا. بالعكس نسبه قد ايه بتختلف من مريض لمريض، وبتختلف من حسب اللسع. يعني انا في دلوقتي مدارس بيقول لك ان انا ممكن ازرع السنه واعمل immediate loading، يعني اركب عليها الطربوش مباشره يوم الزرع. وفي مدارس لا، بيقول لك ممكن استنى شويه او اخر عليها شويه. طب وحضرتك بتشوف بتبقى إيه؟ حسب الحاله. حسب الحالة وحسب مكان السنه. في سنه بيبقى عليها لود زياده، يعني الدروس مثلا المنطقه اللي في وسط الفك بيبقى عليها حمل قوي جدا، فدي بستنى، المفروض استنى عليها شويه. العظم بتاع الفك اللي تحت حضرتك اقوى بكتير جدا من العظم بتاع الفك اللي فوق، فلما بزرع في الفك اللي تحت بحمل عليه بعد مده بسيطه، انما في الفك اللي فوق لا، بستنى شويه لغايه ما اتاكد ان العظم حصل حاجه اسمها اوستيونتجريشن، تلاحم بين الزرعه الغرسه اللي انا حطيتها وبين العظم، بحيث ان انا اقدر احمل عليها بدون ما ابقى قلقان. بيبقى طبيعي بقى خلاص، كانها سنان طبيعيه. بالعكس كمان، ده الزرع بيديني اختيار مش موجود في السنه الطبيعيه، ممكن تكون السنه الطبيعيه اصلا مكانها مش ما كانش طبيعي. لكن لما باجي ازرع لا، انا بيبقى عندي حريه ان احطها فين واحطها في أي مكان بالظبط، وعلاقتها بالاسنان الثانيه، ونغسلها عادي يا دكتور وكانها سنان طبيعيه. كانها سنان طبيعيه. دكتور ايه الامراض، ايه الامراض اللي بتمنع يعني حد عايز يزرع وعنده مرض معارض مع الزراعه يعني مش هينفع يزرع؟ بص حضرتك، في مريض السكر، لو احنا عندنا مرض السكر دول نوعين، في اندر كنترول وفي ان كنترول، يعني في واحد ملتزم بعلاجه ماشي كويس، سكره مظبوط، ده بيبقى زيه زي الانسان الطبيعي، ممكن يزرع جدا. لكن اللي مش مظبط السكر بتاعه كويس، مش محافظ على السكر، السكر ممكن يعلى بسرعه، ده بيبقى يعني ايه، في علامات استفهام، ممكن ما يعرفش، ممكن ما ينفعش يزرع لانه هيلخلق ويقع تاني. طب لو في حد حاطط زراعه اسنان يا دكتور بيقول لك وشه بي 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 يعني بيورم، ما هو وشه بيورم ده امتى؟ بعد ما زرع بقد ايه؟ بيبقى ليه علاقه؟ ليه علاقه، ما هو انا ممكن في انا في دمامل وخراريج بتطلع له فوشه بيورم. وشه ورم ده ممكن يكون لو بعد الزرع مباشره، تمام، بيبقى ممكن يبقى شيء طبيعي، شويه التهاب كده مؤقتين، لكن لو بعد فتره لا، لا بيقول لك بيطلع فيه خراريج لا 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 لا، ده كده معناه بعد الزرع النبذه للدكتور، في انفكشن كنترول، في انفكشن في المكان، يعني تلوث في المكان، ولازم اتدخل بسرعه انقذ الزرعه دي، ممكن ارفعها من مكانها واحطها في مكان تاني، او استنى لغايه ما اعالج الانفكشن ده وارجع ازرع تاني. صح، تمام. يعني مش اي دكتور نروح له، المفروض نبقى برضه سائلين، اصل دكاتره الاسنان بيبقوا طبعا زراعه الاسنان حضرتك يا دكتور جمال طبعا معروف، احنا بنتكلم في دكاتره كتير، بس المفروض نسال على دكتور شاطر، اصل اسناننا دي مش حاجه تافهه اللي احنا نستهون بيها. طبعا انا المفروض لما بروح لدكتور سنان لازم ابقى ابص على المعدات، في ثقه بيني وبينه، صح، والنظافه. دكتور اسنان تلاقيه دايما العياده بتاعته ما شاء الله بتبقى نظيفه. علاقه الدكتور السنان مع البيشنت بتاعه مهمه جدا جدا جدا. لو في ثقه بين من المريض للطبيب بتاعه،
بيسهل على الطبيب شغله. يعني لما بيقعد قدامي مريض الاقيه اريتابل وقلقان ومتوتر ده بيأثر عليا في شغلي. عايز اسالك سؤال بقى يا دكتور بمحمد. دايما اخش عياده دكتور الاسنان احس ان هي مش زي اي عياده، بلاقي الزرع والموسيقى الهاديه احنا لسه بنقول بحس ان انا مبسوطه جدا. هو طب الاسنان دلوقتي بقى طب تجميلي اكتر منه طب علاجي، فالحاجات دي بتدي راحه نفسيه. مش هتتخيل حضرتك ان لون الحيطان بتاع العياده بتاثر على الحاله النفسيه بتاع البيشنت. بلاقي طريقه الاضاءه طريقه الاضاءه طريقه النظام غير اي عياده ثانيه، بتنعكس على الحاله النفسيه بتاع المريض. لان المريض البنج صعبه قوي المريض لا بيبقى في جلد دلوقتي ما بتحسيش بالابره. فكل الحاجات دي احنا بنعملها علشان ندخل المريض في حاله نفسيه كويسه مهيئ ان هو يستقبل العلاج اللي احنا هنعمله كويس. بالنسبه كل الناس بتخاف من عند دكتور السنان، لان انا بروح عند دكتور السنان البنج بتاعي موضعي. شغلي 99% منه ببنج موضعي. يعني البيشنت المريض بيبقى صاحي بيبقى في وعيه وفايق. هو في دكاتره بيبقى بنج لا في حالات عندنا ممكن نحتاج فيها جنرال انستيزيا اللي هو البنج الكلي. بجد ده ازاي دكتور بيبقى يعني وصلت لايه للحاله دي مثلا؟ دي يعني ممكن حالات الحوادث، حالات الكسور، حالات المنتال ريتارد. يعني في مرضى بيبقى نفسيا مش طبيعي، مش قادر تسيطر عليه، كل ما تيجي جنبه ما يستحملش اصلا. الطفل مش قادرين نسيطر عليه. ففي الحالات دي ممكن بنجيب بتاع جنرال انستيزيا دكتور البنج بيخدره، او احنا بنستعمله في عيادات طب الاطفال اسنان الاطفال في اجهزه كده بنهدي بيها المريض بحيث انه يبقى يعني في حاله تسمح لي ان انا اشوف شغلي من غير هو ما يتوتر او ياثر على شغلي. ايوه بالظبط كده. دكتور انا لو عايز ازرع سنه او ضرس، فطبعا عايز اتعرف على الانواع اللي متواجده، وعايز اتعرف كمان على اسعارها عشان اعرف تدريجيا اشتغل عليها. بص حضرتك، هي موضوع الاسعار دي بتختلف حسب المكان اللي حضرتك هتروح له وحسب نوع الزرع، لان الزرع السوق دلوقتي بالانواع في كميات. لا هو كلمه الانواع حضرتك دي حضرتك كمريض مش هتستوعبها قوي، لكن انا كدكتور ببدا اشرح لك ان النوع ده في كذا، النوع ده مميزاته كذا، والنوع ده مميزاته كذا، بالظبط. ودي درجاته في حاجات ايطالي، في حاجات الماني، في حاجات مصري. تمام. وطبعا كل شركه زرع الاسنان دلوقتي في مصري كمان الزرعات كل شركه زرع بتحاول تجدد كل سنه، ويمكن كل يعني 6 شهور 7 شهور الابحاث دايما مستمره ان انا ازاي احصل على زرعه اتجنب فيها كل العيوب المستقبليه. زرعه تستحمل الضغط، يحصل التئام على العظم مباشرة من غير ما يحصل فشل. فدي كل يوم في جديد في الزرع بالذات، كل يوم في جديد. بالظبط كده. بالنسبة لدرس العقل دايما بيبقى في الخلع صعب جدا. درس العقل هو في جزء كبير جدا دلوقتي من الناس ما بيطلعلوش درس عقل، لان احنا حتى لما بنيجي لو واحد فقد كل سنانه وهيركب طقم او يزرع ما بيركبش درس العقل، لان درس العقل عندنا بيعتبر حاجة زيادة. ودايما لانه بيطلع اخر حاجه بيطلع دايما في سن البلوغ، فدايما جزء كبير جدا من الناس بيطلع له ضرس العقل ده بمشكله، يا اما بيبقى طالع اعوج، يا اما مدفون وملوش مكان يطلع فيه. فبيبدا يسبب له الام، ممكن يبوظ الضرس اللي جنبه، ممكن يعمل له الام في مصر. او بيطلع عادي يا دكتور بس في الم، في يطلع ناس عادي لو هو طالع كويس. لو طالع عادي، لان ساعات احوال كتير جدا بيبقى طالع اعوج. شفتها. ما دي نفس النقطه اللي انا لو انا عامل متابعه بعمل بانوراما مثلا قبل ما الدرس بيطلع، انا ببقى عارف الدرس اللي بنتكلم فيها المفروض ان احنا نتابع المتابعه عشان ما اوصلش ان انا الم، لان درس العقل بالذات بيبقى المه صعب شويه، وعلشان مكانه جوه صعب حتى لما بنحتاج نشيله بيبقى صعب شويه. لكن دلوقتي مع يعني التخدير الكويس والاستعداد المريض نفسيا بتبقى ان شاء الله كل حاجه سهله. كانوا زمان يا دكتور يقولك بعد ال50 يبتدوا يشيلوا اسنانهم عشان بيتعبوا منها، المفروض احنا نعمل ايه مثلا الناس اللي في السن الكبير ده؟ لا ما هو انا السن الكبير ده نتيجه للاول، بس احنا دلوقتي وصلنا للسن المرحله الكبيره. انا وصلت السن الكبير لو انا متابع، لو انا بستعمل فرشه كويس، حافظ على اسناني كويس، مش هيبقى في فرق بين الكبير وبين الصغير. يعني انا في مرضى بتجيني العياده فوق ال70 وال80 سنه واسنانهم كامله. ما هي كامله بس بيقول لك في الم، طب نشيلها عشان ما يحصلش حاجه. ما فيش الم بدون سبب. اكيد لازم يكون في سبب للالم. بيبقى في علاج. بيبقى في علاج برضه. وانا اشيل ليه؟ المفروض
خلع السنان ده حضرتك مش حل مشكله، صح؟ ده خلق، دي نعمه السنان نعمه. ده خلق مشكله، انا عملت مشكله بالخلع. انا دايما لما بلاقي مريض بيستسهل الخلع، ما عندوش استعداد عشان ما عندوش وقت يتابع او ما عندوش، دايما بضرب له مثل، بقول له الفرق بين الخلع وبين الحشو، هنفترض ان ضرسي ده صباع من صوابعي، وصباعي ده تعبني وعلاجه هياخد وقت، ان انا احشي ضرسي يعني انا بستحمل الوقت ده لغايه ما اعالجه واحافظ عليه، اخلع ضرسي يعني انا قطعت صباعي، صح؟ طبعا الالم خف لكن انا فقدت صباعي. فهي نفس المشكله، انا الخلع ده حلو التشبيه ده، انا دايما بقول التشبيه ده علشان اقدر اوصل المعلومه طبعا، تحس ان انت ليك قيمه في سنانك. اكتر انسان بيحس بقيمه الضرس او بقيمه السنه الانسان اللي فقد سنانه، صح؟ حضرتك بتيجي ناس يعني ممكن يكون مش كبير قوي في السن بس عنده مشاكل حادثه او فقد سنانه لاي سبب من الاسباب، حضرتك لو تشوفي المريض ده عنده استعداد يعمل ايه عشان بس اعوض له ولو عدد صغير جدا من السنان. لو جيت بسيط سبحان الله، احلى حاجه في وش البني ادم السنان. طبعا مهما تعمل يقول لك ضحكته الضحكه سبحان الله. احنا بعيد عن الثقافه العاديه، عندنا كمان في الدين في اهتمام بالنظافه العامه. لسه عايز اسالك السؤال ده يا دكتور. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. السواك ده يعني تراث جميل جدا. طب وغادي دلوقتي دكتور ممكن انا لسه دلوقتي بابايا بيقعد بالسواك. دايما في ناس يقول لي انا بحب السواك مش بحب الفرشه. هو ده ما يغنيش عن ده. لان انا عندي مشكله في السواك، اولا لازم اتاكد ان السواك ده نوع كويس، لان مش كل شجر الاراك اللي شجر المسواك ده اسمه شجر الاراك. مش كل السواك اللي موجود في السوق كويس. استعمله ازاي؟ لازم يبقى معقم وليه علبه، وبعد ما استعمله اشيله في العلبه، ما فيش حد طبعا يخليه كده. الحاجة التانية ان السواك، حركة السواك مش هي الاساس، الاساس في استعمال السواك المادة اللي في مادة السواك نفسها. دي بتغير الجو البكتيري في البق، فبترفع مقاومة الجسم للتسوس. تمام. ودي من المعجزات، يعني مين اللي عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ان دي حاجة زي كده؟ صح. من كتر استعمالهم للسواك زمان، كانوا حتى الستات يعني مش الرجالة بس بيستعملوا السواك. يعني في موقف طريف كده، سيدنا علي بن ابي طالب دخل على السيده فاطمه فلقاها ماسكه السواك اللي هو عود الاراك، اسمه عود الاراك، فبيلطفها فبيقول لها ايه؟ لقد فزت يا عود الاراك بثغرها، اما خفت يا عود الاراك اراك؟ لو كنت من اهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. دكتور جمال مصطفى ملم 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 يعني ما شاء الله، دكتور وثقافه ما شاء الله. فبنشوف يعني قد ايه هم الدين ربهم كويس حتى في العنايه بالاسنان. انا اكتر حاجه بحبها في حضرتك يا دكتور، ربنا يخليك، ان عند حضرتك الثقافه الدينيه هي من اولى القواعد، عند حضرتك من اولى الثقافات، يعني الثقافه العامه. انا الدين له علاقه بكل حاجه، واحنا ديننا بالذات ما سابش حاجه حياة. انه نظم لنا كل حياتنا في كل حاجه. تمام. احنا بندعو دلوقتي بنقعد نقول الغرب بيستعملوا الفرشة ازاي، معجين السنان، احنا عندنا في العناية بالاسنان من قبلهم بكتير. يعني حضرتك ذكرت من قبلهم بكتير. حضرتك لما جينا نتكلم برضو سمعت حضرتك بتتكلم عن السواك، فاذا انت حضرتك بتتكلم برضو في الناحية الدينية واوامر الرسول عليه السلام. حضرتك بعيد عن السواك، انا بتوضى، لو اتوضيت 5 مرات بس في اليوم، منهم مضمضة 3 مرات، 3 مرات في 5 مرات في اليوم، ب 15 مره ده اللي يركز في الموضوع. طبعا في المضمضه، فيشوف قد ايه ديننا بيعلمنا ايه. طبعا النهارده معانا طبعا في الحلقه بتاعتنا الشيف طارق حسن، عايزين نشوف هيعمل لنا ايه ويقول لنا المكونات، عشان برضو لو ستات البيوت عايزين يعملوا تورته. ونرجع للدكتور جمال بكري معانا. اهلا وسهلا يا شيف. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. سامع عن حضرتك فنادق ومطاعم وشرم وغردقه، احكي لنا عن نفسك شويه الاول. انا اسمي طارق حسن، بستر شيف، بستر شيف. اشتغلت في مطاعم واشتغلت في فنادق واشتغلت في محلات، خبره بقالي 19 سنه في المجال ده. ما شاء الله. بشتغل شغل غربي وشغل فرنساوي وشغل شرقي وشغل بكري. بس انا يعني بحب الغربي قوي.
الغربي الغربي قوي. يعني التورتات والحلويات هي من اولى الاساسيات عند حضرتك صح؟ طيب انا النهارده جيت اقول للشيف طارق، بقول له يا شيف طارق انت هتعمل لنا ايه النهارده؟ انا قلت بقى اشتغل سخنه، اشتغل انترناشونال، اشتغل ايطالي. قال لي حضرتك انت عمال تقول عيد ميلادي هعمله ومره عندك برد ومره تعبان، النهارده هعمل تورته بمناسبه عيد ميلادك. فطبعا النهارده عمل تورتايه طبعا عايزين كل نعرف. سنه وانت طيب يا محمد. كل سنه وانت طيب. فطبعا النهارده انا بشكره جدا على الشعور الرائع ده. احلى تورتايه في عيد ميلادك هتاخدها معاك وانت ماشي؟ لا والله هيعمل التانيه الكبيره برضه. احنا عايزين نعرف برضه عشان ستات البيوت وعشان المشاهد نتكلم عن المقادير والمكونات بتاع التورته عشان برضه يستفيد. اوكي ماشي. ايه نوع التورتايه الاول؟ التورتايه ديت مقاس 28 معايا الطريقه بتاعتها. احنا بنقول نوعها مش بنتكلم في الصنعه. نوع فواكه. نوع فواكه. اختار لك حاجه حاجه. الريسبي بتاعتها او المقدار بتاعتها 10 بيضات، ربع كيلو سكر، 350 جرام دقيق، 100 جرام ماء، 80 جرام محسن كيك، كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر. طيب المشاهد كده وصلوا للمكونات والمقادير عشان برضو يقدروا يعملوا التورته. احنا ان شاء الله الحلقه الجايه طبعا هيكون في المقادير ومكونات على الشاشه، وكمان هيشرح وهيشتغل بالطريقه عملي اكتر. عملي اكتر اكتر. انا شايف ان هو شغال نظري بس النهارده عشان ضيق الوقت. ومعنا طبعا الدكتور جمال بكري من القماطي الموجوده من محافظه بني سويف. انا بصراحه انا والله بجد انا مش بحلف والله كذب، يعني الدكتور جمال بكري من الشخصيات المحترمه الجميله. انا رحت له زياره والله والله انا مش بحلف كذب، دكتور من الشخصيات المحترمه بيتعامل مع المرضى حتى عارفين الظروف الماديه حاليا، يعني ممكن تلاقي طبقات وشرايح موجوده. هو بيتعامل كانسان يا محمد جدا والله. حتى كمان انا في مره رحت له زياره، الدكتور جمال صديق ليا وانا بعتز بصداقته بجد يعني. مره رحت له والله قلت له انا طبعا كان الساعه 2 3 بالليل درسي يجي لي تسوس وحاجات زي كده يتعبني، فقلت له دكتور انا درسي فيه تسوس. قال لي ده بسيطه وسهله. طبعا بيشتغل عليه. قلت له بص يا دكتور، قال لي قلت له انا عايز اشيل الدرس ده خالص. احنا احلى حاجه بنعملها بنستسهل يا محمد. الدكتور جمال والله ده موقف حصل معايا انا شخصيا. الدكتور جمال من الناس اللي هي بينصحك مره واثنين وثلاثه وبيشتغل على الصح. لا بحاول. هو بيحاول مع المريض وبيتعامل معاه كانه اخوه، كانه هو نفسه هو بيتعامل وعارف، تحس ان هو بيعالجنا نفسيا قبل ما يعالج سناننا. والله عنده ثقافه عنده ثقافه عامه وعنده اولا ثقافه دينيه. بيتعامل باحترام وبتقدير مع الناس كلها، وحتى يعني بيتعامل مع المرضى فعلا. المريض لازم يحس نفسيا ان هو مرتاح متهيأ نفسيا قبل ما يدخل على الاسنان. بيقعد يتكلم معاه، وعلى فكره الموضوع بسيط، حتى لو عنده مرض كان بيحاول معاه طب ممكن نعمل كذا. فبصراحه انا شايف ان الدكتور جمال بكري من الشخصيات والكوادر اللي تعد في محافظه بني سويف. انا مش عارف، انا بصراحه انا شايف ان حضرتك ما ينفعش اقاليم، يعني شايف المفروض يعني على مستوى مصر. والله والله هو الموضوع ما عادش دلوقتي مرتبط، انا بلاقي دكاتره في الاقاليم يعني بسم الله ما شاء الله. يعني دي ثقافه قديمه، في دايما كان يقول لك ايه، لا احنا نطلع على القاهره نطلع على القاهره. احنا دلوقتي لا طبعا. طب في الاقاليم يعملوا ايه؟ طيب ما هو برضه محتاجين دكاتره. دلوقتي عندنا في الاقاليم في كل التخصصات يعني قامات طبيه كبيره جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان مصر ولاده. طبعا انا عايز اشغل نبذه للدكتور جمال. النبذه اللي موجوده عند حضراتكم اشغلها للدكتور جمال عشان نتعرف عليه اكتر. احنا عايزين نقول لك كل سنه وانت طيب الاول. هو تقريبا هياخد معاه التورته يا دكتور وهو ماشي. اكيد. انا طبعا انا مش بعمل عيد ميلاد، ده شيء مش مقدس كل سنه، ولكن اصدقائي وصديقاتي دايما هم بيمتعوني وبيسعدوني ان هم بيعملوا حاجه زي كده. هم محضرين لعيد ميلاد. انا عيد ميلادي 15/8 النهارده عيد الميلاد. طب ممكن نشغل نبذه للدكتور جمال عشان دكتور جمال حبيبي ويعز عليا جدا. شغلوا لي النبذه للدكتور جمال لو سمحت يا كنترول. بسبب استخدام احدث التقنيات في زراعه وتجميل الاسنان، يعني مهما كنت بتعاني من اي مشكله في اسنانك حلها موجود مع افضل طبيب اسنان الدكتور جمال بكري، خريج جامعه الاسكندريه ودبلوم التركيبات السته في جامعه المنيا وتمهيد البورد الالماني في زراعه وتجميل الاسنان جامعه القاهره وتقويم الاسنان من جامعات متعدده. من النهارده ضحكتك هتنور وهتبطل تداريها وكل العيوب اللي فاكر انها مستحيل علاجها، زي علاج العصب وجميع انواع الحشوات التجميليه
تجميل اللثه وازاله الصبغات من اللثه، وكل ده بيتم باحدث اجهزه التعقيم، وبيشمل تيست اختبار بيطمنك ان اي عمليه للتعقيم بتتم على اكمل وجه. تحت اشراف الاعلامي محمد عطفي، برنامج ام الدنيا. رجعنا لكم تاني مع برنامج ام الدنيا على قناه الصحه والجمال مع الدكتور الجميل، الدكتور اللي امتعنا النهارده طبعا باجابته على الاسئله اللي بتتردد علينا دايما واللي دايما بيمر بيها كل مريض موجود معانا. طبعا لو المشاهدين، احنا طبعا النهارده سيبنا الارقام عشان الناس تتصل، لكن الحلقه الجايه والحلقات القادمه ان شاء الله هيكون فيها احلى وامن ان شاء الله. احنا لقينا الاسئله كتير يا محمد، فاحنا قلنا نستفاد بالدكتور على قد ما نقدر. اي مجال بنتكلم فيه لازم نفيد الجمهور احنا، وطبعا ان شاء الله نلقاكم في لقاء اخر. وكان معانا الدكتور جمال بكري استشاري تركيبات الساق وزراعه الاسنان، ومعانا الشيف طارق حسن اللي امتعنا النهارده عمل لنا تورته جميله. شرفنا بيك يا شيف والله. ان شاء الله في الحلقات القادمه ان شاء الله تشرح لنا ويكون في عملي وعلمي ان شاء الله. وطبعا نورونا النهارده سياده الاعلاميه الصديقه حبيبه محمد وسياده الاعلاميه الصديقه نهال الحريري. كان معكم محمد عطفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.